الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، موعد نشاط الأخبار الرئيسية. أهلا بكم. أهلا بكم وإلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي قيس سعيد، وتأكيد على الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. تطابق في وجهات النظر بين الجزائر وتونس حول ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، ورفض تام لما يسمى بصفقة القرن وتمسك بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. من رئيس الجمهورية، طائرة جزائرية تتجه إلى الصين لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بمقاطعة يوهان، وترحيل الطلبة التونسيين والليبيين والموريتانيين استجابة لطلب سلطات بلادهم. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة لواء سعيد شنقريحة غدا في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنرست. بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وزير الصحة يقف عند أسباب عدم تشغيل مستشفى العظام ببرج بوعريريج، ويقرر إفادة لجنة خبراء لمعاينة وضع مباني المستشفى. وفي ثامنة اليوم تتابعون أيضا انفراج في وضعية مؤسسة أونيام بتيزي وزو بعد قرار الدولة رفع التجميد عن القروض البنكية في خطوة استحسنها العمال لرفع التحدي من جديد. بمقر رئاسة الجمهورية تحدث اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على انفراد مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حل اليوم ببلادنا في زيارة دولة. بعد ذلك توسعت المحادثات لتشمل وفدي البلدين، وحضرها عن الجانب الجزائري كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محمد أسعيد، وعن الجانب التونسي أعضاء الوفد المرافق للرئيس قيس سعيد. المحادثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، كما تم التطرق إلى الوضع الدولي والإقليمي خاصة في ليبيا وفلسطين المحتلة. وفي لقاء صحفي أكد الرئيسان على العلاقات التاريخية وحسن الجوار بين الشعبين الشقيقين، مجددين إرادتهما المشتركة للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ثمن مجالات التعاون القائمة بين البلدين، وبخصوص القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أكد السيد الرئيس بالمناسبة أكد على ثبات موقف الجزائر وتونس تجاه القضية الفلسطينية. أولا شاكر للسيد الرئيس قيس الزيارة لبلده الثاني الجزائر، كذلك الوفد المرافق له. بعد اللقاء مع السيد الرئيس تقريبا كان اتفاق تام مطلق على كل المستويات. بالنسبة للأمور الدولية، تطابق وجهات النظر بالنسبة للحل الليبي أنه يكون حل ليبي ليبي، وإبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عن ليبيا، وتوسيع
منع تدفق سلاح إلى آخره، وأن تكون تونس والجزائر هي بداية الحل بلقائها مع كل الليبيين، كل قبائل ليبيا إما في تونس أو في الجزائر، حتى نبدأ مرحلة جديدة لبناء مؤسسات، نساعد أشقائنا في ليبيا لبناء مؤسسات جديدة لمن بعد تؤدي إلى انتخابات عامة وإلى بناء أسس جديدة للدولة الليبية الديمقراطية، بشرط أن يقبل منا هذا الاقتراح من طرف من يسيطر حاليا، مش في الداخل، الخارج يسيطر على القرار في ليبيا، سواء كانت الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية. بالنسبة لفلسطين نفس الشيء، اتفاق تام على أساس رفض الصفقة، ما يسمى بصفقة، صفقة القرن، ودولتين تطالب وتؤكد على ما قررته سابقا، دولة فلسطينية مستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. بالنسبة للأمور مكافحة الإرهاب تستمر، أمن واستقرار تونس هو أمن واستقرار الجزائر، ونستمر في تفعيل كل آليات لتسمح محاربة الإرهاب. اتفقنا كذلك في آفاق أخرى بالنسبة لتنمية الحدود، تكامل اقتصادي، ريثما إن شاء الله تكون فيه حكومة تونسية، اتفقنا على أساس تكون فيه زيارتي شخصيا إلى تونس مع وفد حكومي هام، حتى نتطرق لكل ما هو ينتظر في قرارات الرئيسين. احنا مستعدين لمساعدة تامة لشقيقة تونس في هذه المرحلة صعبة ماديا واقتصاديا، وعلى هذا الأساس خدينا قرار باش نوضع في البنك المركزي التونسي 150 مليون دولار كضمان بالنسبة لها، ومادام فيه صعوبات دفع مش احنا اللي نضغطوا على شقيقة تونس، اتفقنا على أساس نواصل الميسرة فيما يخص الدفع نتاع الغاز والمحروقات، ريتما إن شاء الله شقيقة تونس تكون عندها إمكانيات الدفع إن شاء الله. هذه بصفة عامة شيء اللي اتفقنا عليه. من جهته أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل على تعزيزها مستقبلا. شكرا خاصا أتوجه به لكم ومن خلالكم لكل الشعب الجزائري، شكرا من شقيق إلى أشقائه في هذه الأرض الطيبة، أرض الجزائر والأحرار. هذه فرصة اليوم تتاح لي لأجدد لكم التهاني بمناسبة انتخابكم، وأني على يقين بعدما تفضلتم به من توضيح كل المسائل التي تم التطرق إليها وكان فيها تفاهم تام، ولا يمكن أن يكون إلا تفاهما وتطابقا في وجهات النظر وفي مقاربة كل القضايا التي تم تناولها، لأن علاقة الشقيق بالشقيق تنتهي في النهاية إلى مثل هذا التطابق وإلى مثل هذه المقاربة الواحدة. أني على يقين أننا
سننطلق بنفس القوة والإرادة في تحقيق أمان شعبنا في الجزائر وفي تونس. لذلك علينا أن نستشرف أدوات جديدة للعمل المشترك بيننا. هناك تجارب تمت ولكن لم تنجح أو كان نجاحها محدودا، ولا بد من التوقف عند الأسباب التي أدت إلى هذا النجاح النسبي. واتفقنا لأننا لا يمكن ألا أن نتفق على البحث في سبل تعاون أخرى أعمق وأعمق حتى نحقق أمال شعبنا. هذا وقد خص رئيس التونسي قيس سعيد باستقبال رسمي برئاسة الجمهورية، حيث استعرض ضيف الجزائر تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. استقبل بعدها ببهو الرئاسة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وبمقام الشهيد ترحم الرئيس التونسي قيس سعيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. الرئيس التونسي الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية. كما وقف الرئيس التونسي دقيقة صمت وقرأ فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء الطاهرة، ليتنقل بعدها إلى بهو مقام الشهيد أين ألقى نظرة على منظر الجزائر العاصمة. بعدها توجه الرئيس التونسي مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم إلى المتحف الوطني للمجاهد، حيث طاف بمختلف أجنحته وتلقى عرضا شاملا وشروحات وافية حول مختلف الحقب التاريخية من كفاح الشعب الجزائري. كما وقع ضيف الجزائر على السجل الذهبي. وبمقر إقامته بالجزائر استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل الذي أدى له زيارة مجاملة. كما استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين الذي أدى له زيارة مجاملة بمقر إقامته بالعاصمة.
الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل أيضا بمقر إقامته بالعاصمة الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أدى له زيارة مجاملة. هذا وكان قد حل اليوم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بالجزائر في زيارة دولة، وكان في استقباله بأرضية مطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبو. الرئيسان وبعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين استعرضا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهم التحية الشرفية. يعقد مجلس الوزراء غدا اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بدلا من اليوم، وذلك نظرا لزيارة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة لبلادنا في ذات اليوم. ويتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء دراسة ملفات تخص قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. إلى ذلك سيدرس مجلس الوزراء إشكالية أمن الطرقات، ويعتمد مخططا استعجالية للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق المحيطة بالمدن الكبرى، لا سيما في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية وتوصيل الغاز والمنشآت المدرسية والنقل والتنقل. ويشمل المخطط الاستعجالي أيضا وضع آليات التضامن الجواري. أقلعت فجر اليوم طائرة جزائرية باتجاه جمهورية الصين الشعبية لترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين في مدينة يوهان، وعددهم 36، أغلبهم من الطلبة
كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر بإعادتهم إلى أرض الوطن حفاظا على صحتهم، كما سيعود على متن الطائرة نفسها 10 رعاية نسيين بناء على طلب سلطات بلادهم. واستجابة لطلب السلطات الليبية، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بترحيل الطلبة الليبيين من مدينة يوهانا الصينية باتجاه الجزائر على نفس الطائرة التي تقل الطلبة الجزائريين والتونسيين الذين سبق لرئيس الجمهورية أن أمر بترحيلهم حماية لصحتهم بعد انتشار فيروس كورونا بهذه المقاطعة الصينية. واستجابة لطلب السلطات الموريتانية، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمر بنقل الرعايا الموريتانيين المقيمين في مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر، وهذا بعد انتشار فيروس كورونا في مقاطعة هوبي. وتحمل معها طائرة المغادرة هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة انتشار حمى فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي، وتتألف هذه الهبة من 500,000 قناع ثلاثية طبقات و 20,000 نظارة وقائية و 300,000 قفاز. هذا وتقدمت الصين بشكرها الخالص للجزائر على المساعدات الطبية الطارئة لمواجهة انتشار حمى فيروس كورونا الجديد في مقاطعة ووهان، حسب ما أورده بيان لسفارة الصين بالجزائر. يقوم السيد اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ابتداء من يوم غد في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست. وسيقوم اللواء خلال هذه الزيارة بتفقد عدد من الوحدات وبعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية السادسة. إلى روبورتاجات النشرة، حيث عرفت المؤسسة الوطنية لصناعة الكهرومنزلية أونيان بتيزي وزو عرفة انفراجا بعد قرار الدولة برفع التجميد عن القروض البنكية، خطوة استحسنها العمال لإعادة بعث نشاط الإنتاج من جديد. عن كثب روبورتاج الأخضر كعوان. اكتسحت مؤسسة أونيام السوق الوطنية لعقود طويلة وارتبط اسمها بالجودة واحترام معايير التصنيع، مما خولها لأن تحتل الريادة في مجال الصناعات الكهرومنزلية، لكن حالها اليوم عكس ذلك، توقف شبه تام وأزيد من 1600 عامل في عطلة تقنية إجبارية. نابل aux autorités arctiques en tant que تخدم زاجيزي لوزين je parle en nom aussi de mes collègues 1700 ouvriers quand même qui vont se retrouver au chômage, c'est déjà inimaginable pour nous. L'entreprise Nuniam, c'est le cœur de la région. Ça fait mal fermer toute la région qui coulait. سيزيك لونيام ولا شو تي سينار ديال الجزائر في الشمس خامل كل شيء ماشي ذكرى ولا شو سينار لونيام الور ماشي ساكي كان كسرتا دني لونيام راه راح يديسبارات هكا الور السلام هاد المقوله انا تفكر عيني لاقان علي لاقان انا تفكر لي فون تفكر كسرت لي مويا لاقان اي فون ايشي كسرت دي بلوكي لي ستاسيون او بري دي بانك او بري دو تو لي لي بارتنير سي هاد الوهمه باسكو دا بارام كي تلزيك لزيناك كي فوال فورا نوزي توسن على شان ناسيونال البرودوي اللي نيام توسن بارتو تسياد فسبعه مئه خدام في منا شوماج وارحل. ولمعاينة الوضع عن قرب، كاميرا التلفزيون تنقل حالة مختلف في مصالح المؤسسة، حيث نفد مخزون المواد الأولية والحتمية الأكيدة نفاد المنتجات. وحدة خدمة البيع راهي في حالة وقوف، علاه؟ خاطرش ما عندناش منتوج نبيعوه، ما عندناش لي كويزينيار، ما عندناش لي ريفريجيراتور، ما عندناش لي ماشين الافي، ما عندناش لي كليماتيزور، دونك ما عندنا براتيكمون والو. دونك هادشي هذا دفعنا باش نبعثوا للخدامين اون كونجي. يعني المشكل الاساسي يعني اللي خلات الشركه يعني تتخذ قرار للعطله التقنيه هو نقص الموارد الماليه. هنا عند كانت عندنا استادير لو نوفلومون دو لا لين دو كريدي دو لا بيوا، هذه قاي طولت شويه، هي اللي خلاتنا تكون اون روبتيو دو ستوك سور لا ماتيير بروميير اي لي برودوي سي كادي. الانشغال رفعناه للرئيس المدير العام. نشكر السلطات العليا على جهه رئاسه الجمهوريه ووزير الصناعه والمناجم الذين ايضا اخذوا اجراءات استعجاليه
لإيجاد حل سريع لمسألة أونيام. موافقة طبعا مع البنك قاموا بزون ديبلوكي بدون مبلغ استعجالي لتمويل لشراء المادة الأولية اللازمة لمدة 2 أو 3 أشهر. والصراحة لنا أن حل المشاكل جميع مشاكل أونيام ستكون إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، وأنا متفائل فيما يخص مستقبل أونيام. سيرورة العمل هنا تبقى مرهونة بضرورة تضافر كل الجهود سيما العمال. بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وعقب بث التلفزيون الجزائري لتحقيق بخصوص التأخر في فتح مستشفى جراحة العظام ببرج بوعريريج، تنقل اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد إلى الولاية لمعاينة وضع هذا المرفق الصحي الهام واتخاذ الإجراءات اللازمة، تقول وسيلة بوشارب. بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وقف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد على أشغال ترميم مستشفى العظام الجديد ببرج بوعريريج. هذا ممنوع داخل قاعة العمليات، هذا ديروه برا ويدخل، هذا كامل ممنوع. درتوهم عاليين سيبري باسكو لي غاز ميديكو باش لازم يكونوا عاليين، بصح هذا كامل ممنوع. خروقات بالجملة سجلها المشفى الذي لم تحترم فيه معايير بناء المرافق الصحية. Mais il n'y a pas eu d'étude quant à la circulation des malades, la circulation du personnel, les vestiaires, les lavements, enfin tout ce qui est compartiment pour les chirurgiens et le personnel et le circuit ouvert, le circuit malade. Malade meningi. Où sont les services ? وصل لي سيرفيس وسخوف لي مالاد وراهم منين يدخلوا نفس الباب ممنوع. وعلى ضوء التحقيق الذي بثه التلفزيون العمومي يقول الوزير انه مكلف بمهمه من قبل رئيس الجمهوريه. Je vous ai dit que je suis chargé de mission. مكلف مهمة. علاش قلت رئيس الجمهورية؟ باش نقول لكم المستوى اللي داروا رئيس الجمهورية بالنسبة للمركز نتاعكم. وتثمينا لهذا المكسب اتخذ الوزير جملة من الإجراءات. On offrira un centre d'excellence régional. Parce que qui تشوف قاعة العمليات وتشوف الأسرة نتاع لا رينيماسيون وتشوف كلش، ما هذه فرصة 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 لنا ما كانش مثلها في الجزائر كامل. كاين مستشفى نتاع الاستعجالات في زميرلي ما ضيق. هذه اللي تساع وراه المكان اللي راهي فيها والدخل نتاعها ان شاء الله نديروا هذه موديل، لان تعليمات رئيس الجمهوريه باش نديروا في وهران في عنابه في المدن الكبرى. وفي انتظار تجسيد تعليمات رئيس الجمهوريه بخصوص قطاع الصحه عموما، سيتم ايفاد لجنه من الخبراء لاستعجال فتح مستشفى البرج الجديد. من الصحة للنشاط الاجتماعي، حيث أشرفت اليوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أشرفت على افتتاح اللقاء الجهوي الثاني لمديري النشاط الاجتماعي لشرق البلاد. هذا اللقاء يندرج في إطار الإعداد لمشروع مخطط الحكومة في مجال التضامن والاستماع عن كثب الانشغالات المواطنين. تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين المحافظة السامية للأمازيغية والتلفزيون الجزائري، انطلقت الأيام التكوينية لصالح صحفي وتقني القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية. عمر بعلي. انطلقت اليوم الأيام التكوينية التي يستفيد منها صحفي وتقني القناة الرابعة للتلفزيون الجزائري الناطقة بالأمازيغية بغرض تحسين المحتوى وكذا ضبط وتوحيد المصطلحات المستعملة إعلاميا. فالتكوين سيكون ملف كبير وثقيل سنفتحه في الأيام القليلة القادمة، وما أعتبره أنا حظ لنا كتلفزيون جزائري أنه في جميع القنوات الأخرى ليس لدينا هيئة ترافقنا في النظر إلى أنفسنا، في اكتشاف أخطائنا، في تحسين مستوانا، ما عدا في القناة الرابعة. لدينا الهيئة المحافظة السامية الأمازيغية التي سترافقنا. هذه المرافقة تكون من خلال إعداد محتوى تكويني
مؤطر من ذوي الخبرة مختصين في اللسانيات وفي الأدب الأمازيغي بشراكة مع اللجنة الإفريقية للغة للأكاديمية الإفريقية للغات. تأطير يكون على مستوى المحافظة السامية الأمازيغية. الصحفيون المستفيدون من التكوين تمنوا هذا النوع من المبادرات. التكوين هذا تاع المحافظة السامية الأمازيغية اللي نظمته هذا اليوم هو تكوين مليح بالنسبة للصحفيين، خاصة الصحفيين اللي ينشطوا باللغة الأمازيغية. في أول يوم استفدنا بزاف من جانب معرفي، جانب من حيث الكلمات، من حيث المغزى والمحتوى. الله نستفاد من هذه الأيام التكوينية من أجل إثراء المحتوى البرامجي وتوصل الرسالة تاعنا للمشاهدين. تعتبر هذه الاتفاقية بين المحافظة السامية للأمازيغية والتلفزيون العمومي بمثابة محطة مهمة للوصول إلى الهدف المتمثل في إثراء اللسان الأمازيغي المتداول عبر الوطن. دون شك أحيت الجزائر اليوم العالمي للمناطق الرطبة بوقفات للتحسيس بالأهمية الكبرى لهذه الفضاءات الإيكولوجية والمحميات الطبيعية، هذه المحميات الطبيعية التي تسخر بها الجزائر. ومن المناطق الرطبة المصنفة ضمن اتفاقية رمسار بحيرة تلامين بولاية وهران التي تعاني التلوث، مما دفع لتنظيم ورشات علمية لإبراز أهمية هذا الفضاء السياحي وحمايته. المزيد مع نوال بن طوبة. على مساحة 1100 هكتار تتربع بحيرة تلامين بولاية وهران، والتي تعد أكبر فضاء لتجمع وتكاثر آلاف الطيور المهاجرة، سيما طيور النحام الوردي، غير أن التلوث أضحى يشكل خطرا يهدد هذا التنوع البيئي والبيولوجي. سوف نقدم دراسة جامعية يعني التي اعتمدت على مجموعة من التحاليل تاع المياه التي تبين الأثر تاع المياه الصحي على هذه المنطقة وعلى هذه المحمية. جمعية التنمية المستدامة بذور وفي اليوم العالمي للمناطق الرطبة نظمت مداخلات وورشات تحت إشراف باحثين مختصين لإبراز أهمية هذه المنطقة المصنفة. درنا 2015 درنا نيتود، درنا بروفيسور ديكسمو مسغاليم تاع انستاسيون ديبيراسيون دي زويزي بالصفة طبيعية لهذا الاكسمواد، غدرنا هنا نموذج ليبقى هذا الفضاء الطبيعي والسياحي الهام بحاجة ماسة إلى الاهتمام والعناية من طرف الهيئات المختصة لحمايته باعتباره موردا سياحيا واقتصاديا هاما. إلى بحيرة تفردين بإليزي، مقصد الكثير من الزوار لما تسخر به من تنوع إيكولوجي يسعى القائمون عليها إلى تصنيف هذه من اتفاقية رامسار. إبراهيم بالخير. رحلة بيئية علمية إلى بحيرة تفرتين استفاد منها تلاميذ المدارس الابتدائية ببلدية إليزي تزامنا واليوم العالمي للمناطق الرطبة للوقوف على الاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي. بحيرة جميلة وأسماك رائعة ونباتات نادرة واستفدنا منها، خاصة وأن مثل هذه المناطق نادرة في الصحراء الجزائرية، أين اطلعنا على الثراء الطبيعي من ناحية الكائنات أو الطيور والحياة النباتية التي تزخر بها الصحراء. هذه فرصة للأطفال للتفسح ولإثراء معلوماتهم. المندوبية الولائية لمحافظة الغابات ومن خلال اختيارها لهذا الموقع تسعى إلى تصنيفه من بين المناطق المحمية عالميا ضمن اتفاقية رامسار، ويشكل مناسبة للتوعية وتحسيس المواطنين بأهمية المناطق الرطبة وضرورة الحفاظ عليها. جينا لهنا باش يشوفوا باللي في منطقة إليزي كاين بزاف مناطق رطبة فيها بزاف برك من هكا دائمة وتمبوغير، كاين اللي راهم طول العام تلقاهم هكا، كاين اللي مرتبطة بسقوط الأمطار. وحنا واش بغينا نصنفوا هذه المناطق تولي محميات، وبغينا ندخلوهم دون لا كونفنسيون دو رامسار، دون لا ليست دو لا كونفنسيون دو رامسار. كما تعد بحيرة إهرير من بين المناطق المصنفة عالميا ما يضمن لها الحماية كموروث إيكولوجي. ومن تفردين إلى الرغاية، فبالمناسبة نقف عند بحيرة الرغاية المحمية الطبيعية التي تحولت إلى مفرغة للأسف للنفايات، الأمر الذي استدعى إجراء دراسات لإعادة تهيئتها. المزيد مع ليلى محمد محدود.
ثروة جمالية نادرة بسحر طبيعي لا متناهي على مسافة 1500 هكتار بحيرة أرغية التي تعاني تدهورا بيئيا بات اليوم يشكل خطورة على السكان من جهة وعلى الطيور المهاجرة من جهة أخرى، فمن محمية طبيعية إلى مفرغة عمومية. تشوفيها كلها ريحتها ما تعجبش، والنفايات كل راهي تصب فيها تاع هذه لاسينيسمو راهي كل تروح ليها، ماشي تظل حذانا متنزه مليح ومش مستغلينه. باسكو المياه هذه سنوات وسنوات وهي تصب تماك، سورتو المياه اللي القادره اللي تجي من المنطقه الصناعيه. الدولة راه تبذل مجهودات باش تهيئه، تقوم باعمال لتهيئته. راني قلت لك باللي تو الواد الرغايه الي بري اون شارج بار لو سيرفيس دو لي ريسورس اونو لا دير الي بري اون شارج لي زاميناجمون تاعو. الواد بيار الي بري اون شارج بار تانيك لي سيرفيس لا ولايه تاع لي سيرفيس دي زو دو لا ولايه اي لو كونترول des deux zones industrielles Rghaya et Rouiba, il est pris en charge par une commission de wilaya. Donc il va y avoir un peu de temps et il va y avoir. ولحماية البحيرة والساحل من التدفق العشوائي للنفايات المنزلية وكذا المصانع المجاورة، محطة لتصفية المياه المستعملة تشهد توسعة حيث ستمس مختلف البلديات الواقعة شرق الجزائر. الهدف الرئيسي تاع هذه المحطة هي حماية الساحل الشرقي لولاية الجزائر وحماية اللاك تاع الرغاية من التدفق العشوائي للمياه المستعملة. المشروع بدأ في جوان 2017 وإن شاء الله في جوي 2020 نستلم هذه المحطة. الواد هذا الواد البيار ينطلق من مزون اندستريال تاع رويبة، منطقة صناعية تاع رويبة، وفيه دي زوجي تاع الحواش كذا راهم يتقايرموا هنايا، حنا اوني اون تران دو لي كابتي وندوهم ديريكتومون فير لاستاسيون ديبيراسيون تاع الرغاية. تحديث شبكة الصرف الصحي وحماية البحيرة بات اليوم أولوية توليها السلطات المحلية أهمية كبرى. قصد التعريف بالمهام المنوطة بسلاح الحرس الجمهوري واكتشاف مجالات نشاطاته عن كثب ودورها، نظمت قيادة الحرس الجمهوري ابتداء من اليوم بمركز الإعلام الإقليمي ببشار بالناحية العسكرية الثالثة نظمت أياما إعلامية لفائدة المواطنين. وهي التظاهرة التي تهدف إلى تقوية وتعزيز رابطة جيش أمة، إذ سيتم خلالها عرض الوسائل والإمكانات المسخرة لوحدات الحرس الجمهوري لأداء مهامها على أكمل وجه وبث أفلام وثائقية حول مختلف تشكيلاته. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبط حراس الحدود أمس 117 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني كمية أخرى تقدر ب 11 كيلوغراما و 980 غراما من المادة نفسها بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة. من جهة أخرى وقفت مفارز أولياء الجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وبرج بجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وقفت 9 أشخاص وضبطت طنا من مادة التبغ وثلاثة مولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط، فيما وقف عناصر الدرك الوطني 4 أشخاص وضبطوا 5 بنادق صيد بكل من المسيلة وغليزان والطرف. في إطار التضامن مع الشعب الصحراوي حطت قافلة تضامنية قادمة من عدة ولايات وهي منظمة من طرف جمعية الأخوة الجزائرية الصحراوية ومتكونة من 14 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوات مدرسية وخضر وأغطية موجهة إلى سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوفة. في الرياضة وضمن منافسة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، خرج اليوم نادي بارادو من المنافسة رغم فوزه بالمغرب أمام مضيفي حسنية أغادير بنتيجة 3-0 برسم الجولة 6 والأخيرة عن المجموعة 4. وجاء إقصاء نادي بارادو بعد فوز منافسه على المركز الثاني إنيمبا النيجيري خارج الديار أمام سان بيدرو أليفواري 5-2.
كرويا دائما، تأهل المنتخب الوطني إناث لأقل من 20 سنة إلى الدور التصفوي الثاني المؤهل لكأس العالم إثر فوزه اليوم على جنوب السودان بنتيجة 4-0 بملعب 20 أوت بالعاصمة، على أن يواجه المنتخب الوطني في الدور التصفوي الثاني نظيره المغربية. بهذا إذا نصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما أوردنا فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي قيس سعيد، وتأكيد على الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. تطابق في وجهات النظر بين الجزائر وتونس حول ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، ورفض تام لما يسمى صفقة القرن، وتمسك بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. بأمر من رئيس الجمهورية، طائرة جزائرية تتجه إلى الصين لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بمقاطعة يوهان وترحيل الطلبة التونسيين والليبيين والموريتانيين استجابة لطلب سلطات بلادهم. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة لواء سعيد شنقريحة غدا في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بطمنراست. بتوجيهة من رئيس الجمهورية، وزير الصحة يقف عند أسباب عدم تشغيل مستشفى العظام ببرج بوعريريج، ويقرر إفادة لجنة خبراء لمعاينة وضع مباني المستشفى. وفي النشرة، التلفزيون نقل عن كثب انفراج في وضعية مؤسسة أونيان بتيزي وزو بعد قرار الدولة رفع التجميد عن القروض البنكية في خطوة استحسنها العمال لرفع التحدي من جديد. شكرا لكم على المتابعة، تقبلوا تحيات فريق الخدمة، إلى اللقاء.